مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا للزملاء على التواصل في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نسير معكم بهذا الانطلاق، نسير بالتحدي، نسير في الإثارة. وشوطنا هنا المنطلق هو الشوط السابع في مجموع الأشواط، والشوط السابع الخاص هنا أيضا للقاية القعدان المحليات الأصايل في هذه المسيرة والانطلاقة. هملول على الصدارة وعلى المركز الأول لحميد بن سالم بالقوبة المنصوري، من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الحر من يأتي على المركز الثاني لسعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، ويأتينا مياس مطر بن سالم بالعرطي الحميري على المركز الثالث. وفي المركز الرابع شاهين مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وضرغام على المركز الخامس سلطان بن محمد بن مصر بالقوبع، وسادس المراكز الشامخ علي بن حمد بن عفصان المنصوري على المركز السادس. وفي المركز السابع وصل الأسد أحمد بن سعيد بن سالم لينيبي، من يأتينا مع الأسد بهذه الانطلاقة السابعة. وفي المركز الثامن سراب بن خليفة بن محمد بن زهرة لخيلي مع سراب بهذا الانطلاق الثامن. وفي المركز التاسع هجرة السلطان بن حميد بن كديدة الفلاسي، من يأتينا على المركز التاسع. وفي المركز العاشر شفقان لسيد أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي، من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى ترقبوها في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء المميز. نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا على المقدمة وعلى المركز الأول. الحر من غير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، على المقدمة وعلى المركز الأول الحر من يتواجد لسعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي على صدارة هذا الشوط على المقدمة وعلى المركز الأول. مياس في المركز الثاني، مطر بن سالم بالعرطي الحميري، من يتواجد مع هذه السلالة الغنية عن التعريف على المركز الثاني. وفي المركز الثالث هملول حميد بن سالم بالقوبة المنصوري، ووصل الأسد مكشرا عن أنيابه أحمد بن سعيد بن سالم لينيبي، من ينطلق بهذه اللحظات على المركز الرابع. وفي المركز الخامس ضرغام على المركز الخامس سلطان بن محمد بن مصر بالقوبع، وسراب خليفة بن محمد بن زهرة لخيلي، من يأتينا سادسا. وفي المركز السابع شاهين المصري بن سالم بالعرطي الحميري، وثامن المراكز هنا هجرس سلطان بن حميد بالكديدة الفلاسي، من يأتينا ثامنا. وفي المركز التاسع الشامخ علي بن حمد بن عفصان المنصوري، من يأتينا تاسعا. وفي المركز العاشر يأتي شفقان أحمد بن عتيق بن عبيد الربيثي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة. يلا يا أيضا على هذه الأداءات الجميلة والتحديات وشعارات قادمة، أيضا عينها على ركب المقدمة، عينها على الأسماء المذاعة ما شاء الله، وبدأ الزحف أيضا في هذا الشوط. ولكن الصدارة المقدمة والمركز الأول، لا زال الحر مسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة وعلى المقدمة. سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، من يأتي على صدارة
المباراة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني الأسد على ثاني المراكز، أحمد بن سعيد بن سالم الليناب من يأتينا على المركز الثاني وفي المركز الثالث. المركز الثالث والمنطلق سراب خليفة بن محمد بن زهرة لخيلي وهملول. هنا اذا سراب لمحمد بن مبارك بن زهرة لخيالي من ياتينا على المركز الثالث في هذه اللحظات. وفي المركز الرابع، المركز الرابع والقادم هنا جميل، جميل من وصل اول اذاعه لجميل محمد بن سعيد بن منانه من ياتينا على المركز الرابع. المركز الخامس هجرس سلطان بن حميد بن كديده الفلاسي وهملول، هملول حميد بن سالم بن مصر بن القوبة المنصوري. وصل كنكن، وصل كنكن هنا لسهيل بن عبيد بن يميع من وصل بأول ندى أيضا هنا في هذه اللحظات. سابعا وفي المركز الثامن، المركز الثامن والقادم هناك مرسال راشد بن علي بالصغير لأويسي، والقدوم أيضا هنا في هذه المسيرة شهير راشد بن فايل الزرعي. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى التحدي، إلى الإثارة. مشاهدينا الكرام هنا بهذا الانطلاق الحر زال على الصدارة، لا زال على المقدمة، على المركز الأول الحر لسعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي على الصدارة على المقدمة. ولكن سراب، سراب هنا لمحمد بن مبارك بن زهرة لخيالي من انطلق في التحدي في الإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام والتحدي ديات جميل قادم، جميل على المركز الثالث لمحمد بن سعيد بن منانة. وفي المركز الرابع الأسد في المركز الرابع لأحمد بن سعيد بن سالم لنبي. وفي المركز الخامس هناك القادم في هذه اللحظات مرسال راشد بن علي الصغير لعويسي. ولكن سراب، سراب على المقدمة، على المركز الأول، على الصدارة، على الفوز وعلى الناموس. يقدم السلام لأهالي مدينة العين هناك بهذا الانطلاق، وخاصة أهالي النايفة، أهالي النايفة بهذا الانطلاق. التهانينا لمحمد بن مبارك بن خليفة بن زهرة الخيالي على هذا الفوز المميز، وها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية. تهانينا وناموس المركز الثاني الحر قدم عرض يشكر عليه سعيد بن سالم محمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث مرسال راهد بن علي الصغير العويسي. المركز الرابع جميل سيد محمد بن سعيد بن منانة. المركز الخامس الأسد أحمد بن سعيد بن سالم لنبي من وصل على المركز الخامس. وسادسا نرسل هناك السلطان بن حميد بالكديدة. وسابعا لي أيضا بن يميع. 7:50 ثمانية من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني مع سراب. تهانينا لمحمد بن مبارك بن خليفة بن زهرة الخيلي على هذا الفوز الجميل لسراب. أما على المركز الثاني فكان مشاهدينا الكرام هنا ولحظات التنافس والحر من أتى على ثاني المراكز سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. 7:54 أربعة من الأجزاء من الثانية. أما على المركز الثالث مشاهدينا الكرام ولحظة وصول المركز الثالث وكان حوارا ثنائي، ولكن مرسال هو صاحب المركز الثالث. تهانينا وناموس لسيد راشد بن علي بالصغير العويسي. 7:56 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا وناموس.